خلينا نستقبل واحد من نجوم فريق شباب لوزداد السابقين، واحد طبعا من نجوم منتخب الجزائر، كابتن عرفات مزوار، هو ضيفنا في السادسة. بداية طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معنا كابتن عرفات، اهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الاهلي. اهلا وسهلا كابتن، مرحبا بك في الجزائر. هنا متواجد انا هنا في الجزائر، ومرحبا بكم في كل وقت. انا موجود في خدمة كرة القدم، سواء في الجزائر او مصر، او احنا عندنا علاقة كويسة في مع المنتخبات، خاصة منتخب مصر والفرق المصرية. اهلا وسهلا. هو دايما يعني واحد من الدربيات اللي بنستمتع بيها، سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه، الكره المصريه والجزائريه، اتنين من عمالقه الكره الافريقيه عموما. وانت اعتقد كان ليك مواجهه قبل كده سابقه، يمكن انت يعني في مواجهه الاهلي مع شباب لوزداد اعتقد في 2001 شاركت في المباراتين، فبالتاكيد عندك ذكريات وفاكر ذكريات كثيره عن المباراه دي. صح، احنا كان لي الشرف ولعبنا ضد منتخب مصر، نجوم مصر في 2001، منهم نذكر اسماء اللاعبين: وائل جمعه، ابو تريكه، محمد عمر رحمه الله، عده لاعبين انا كنت نذكرهم، هذوك كانوا نجوم منتخب مصر. نظن باللي الفوز هذا كان اصعب، كانت اصعب ميموزا، كان الاهلي المصري، ولكن كان عندنا فريق في المستوى، احنا شباب الوزداد، ولكن كانت تنقصنا امكانيات، لهذا ما قدرناش نروحوا للدور الثاني ولا الربع النهائي ولا نصف النهائي. هل هذاك هل تعتقد هذاك السنه كان انه حامل اللقب، نشفى كان حامل اللقب، هو الاهلي هو اللي خد هذاك ايوه الكاس، حقيقي كسبنا في الماتشين ذهابا وعودا، لكن هل تعتقد ان الامكانيات متوفره امام النسخه الحاليه من شباب لوزداد للذهاب بعيدا؟ امبارح كان معايا او كان ضيفي على السكايب يعني او على الفيديو كونفرنس سيد عبد القادر شنيوني، مسؤول اعلامي في شباب بلوزداد، وكان بيتكلم على انه طموح الفريق، فريق شباب لوزداد، انه يوصل لبعيد ويوصل ويتخطى دور او مرحله المجموعات. هل شايف انه الامكانيات في النسخه دي اختلفت عن النسخه اللي كنت بتلعب فيها او بتلعب في وقتها؟ لا، تغيرت بنسبه كبيره من ناحيه الامكانيات. الامكانيات كان هاد الاربع سنوات هذه تاع شباب لوزداد، نظن باللي الفريق راه يسير في شركه كبيره بالجزائر، شركه مدار، نفس الطاقم الاداري، ثقافه، دائما نبحث عن نروح بعيد في هذه الدوره، لاننا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وصلنا للربع النهائي، كانت تنقص نظن باللي من الناحيه التقنيه ولا من ناحيه، ولكن الامكانيات ما موجوده الحمد لله، اللي ما كانتش موجوده في عهدنا احنا في 2000 2001 2002، ولكن هذا العام، هذه اربع سنوات ولا خمس سنوات، نظن باللي الامكانيات متوفره، ولكن تنقصنا بالك الخبره، ولا احنا 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 عندنا خبره في افريقيا، ولكن دائما نطيح مع انديه كبيره مثل الاهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي، ولكن نظن هذا العام، هذه السنه تكلموا الاداره وداروا الاجتماعات مع اللاعبين، مع المدرب الجديد اللي جا باكيتا، نظن باللي الهدف نتاعنا هو الاول والرئيسي اننا نروح بعيد في هذه الدوره الافريقيه ان شاء الله. طيب ولما لا نروح ربع نهائي ونروح تقييمك النهائي. تقييمك كابتن عرفات لاداء شباب لوزداد حتى الان بعد جولتين من دور المجموعات، كان طبيعي ومنطقي انه شباب لوزداد يكسب فريق يانج افريكانز على ملعبه وسط جماهيره، لكن خسارته امام ميدياما اعتقد شويه صعبت من موقفه في المجموعه، الخساره دي من وجهه نظرك كانت منطقيه، كانت طبيعيه، ولا كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ لا، نتكلم لك بصراحه كابتن، انا كانت مفاجاه، انا كنا دايرين ثقه باللي نفوز بالمقابله، ولو ما نفوزش كنا نرجع بتعادل. ولكن كي شفنا في الدقيقة الأخيرة غلطتين جابوا علينا جولين، كنا منها فايزين 1-0، من بعدها تعادلوا علينا، والدقيقة التالية خطأين جابوا علينا 2 جول، وكرة القدم هي أخطاء، ولكن كنا نستغل الفرصة، ومع الفوز الثاني كنا نجوز 50% من الدور الثاني ان شاء الله، ولكن
اخطاء فرديه من اللاعبين، كلفنا الهدف الثاني في الدقيقه الاخيره، ولكن احنا مازال عندنا ثقه في اللاعبين تاعنا، وعندنا ثقه في الطاقم الفني باللي رايحين المقابله مع الاهلي في الاهلي فريق كبير، فريق القرن، نحترمه كنادي كلاعبين، ولكن ما عندناش اختيار اخر، لازم نديروا كل كاع الامكانيات كاع الوسائل باش نفوت الربع النهائي. البعض بياخذ على فريق شباب لوزداد انه معدل الاعمار في السكواد بتاعه الى حد كبير مرتفع، هل بتشوف ان ده واحده من المشكلات اللي ممكن يواجهها باكيتا في منافسته في اقوى بطوله على مستوى قاره افريقيا؟ صح كابتن، لا كانوا عندنا احنا، شوف احنا عندنا اربع سنوات خمس سنوات نظن باللي الفريق تغير بنسبه 70%، كانوا لاعبين في المستوى مثل سعيود بوشار، خمس لاعب بيريزيك دراوي كلهم غادوا النادي، ولكن كان لاعبين عوضهم عندهم مستوى، ولكن احنا المعدل العمر تاعنا ما يتجاوزش 30 سنه. نظن باللي ما عدا بوغديورا ولا بولحي اللي دعموا هذه السنه هذا الطاقم الفريق بالخبره تاعهم، راح نستافد كثير من الخبره تاع بوغديورا وبولحي. نظن باللي ما عدا اللاعبين هذو اثنين عندنا المعدل العمر ما يتجاوزش 30 سنه 28 سنه. ايه اللي تطلبه من باكيتا قبل مواجهه الجمعه؟ شباب لوزداد مع الاهلي في القاهره، نتيجه او فوز الاهلي هيصعب ويعقد بشكل كبير جدا من حسابات شباب لوزداد في المجموعه، وبالتالي ايه اللي مطلوب من باكيتا في مواجهه مارسيل كولر في مواجهه الجمعه القادمه؟ احنا شوف احنا 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 عارفين باللي المهمه صعبه ولكن غير مستحيله، احنا نعرف اللي فريق الاهلي يلعب كره مفتوحه ما يغلقش ما يلعبش على المرتدات، ولا فريق الاهلي فريق كبير وعنده شخصيه يلعب عنده طريقه هجوميه، ولكن احنا ما 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 ما, 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 ما لازمش نطيحوا في الغلطه تاع لازم احنا انا مدرب حاليا مدرب، ولكن المدرب الحالي سي باكيتا واللاعبين هما اللي يكونوا في الملعب، انا نقول باكيتا بالرساله تاعي هذه ما نغامرش، فريق الاهلي فريق كبير ويقدر يسجل لك في الدقيقه الاولى ولا الرابعه ولا الاخيره، لازم نلعب بحذر فريق الاهلي، انا نتمنى 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 انا نتمنى نروح لك بعيد، نتمنى ان شاء الله نروح للدور الربع النهائي احنا والاهلي ان شاء الله، لكن في الوقت هذه المقابله هذه تاع الجمعه ان شاء الله ما لازمش نغامر كثير، لان فريق الاهلي فريق لا باس به، عنده لاعبين في المستوى نقدر 60% لاعبين دوليين، عندها تكتيكا عندها ثقافه تكتيكيه، لاعبين في المستوى، نظن باللي باكيتا ما لازمش يغامر، ونظن باللي يعرف واش راح يدير المدرب باكيتا. مفاتيح اللعب في الفرقتين كمدرب، وجهه نظرك كمدرب يعني بعيدا عن الكره المصريه والكره الجزائريه، لكن مفاتيح اللعب الاخطر واللي ممكن يكونوا عامل اساسي في حسم المواجهه يوم الجمعه اللي جايه سواء في الاهلي او في الشباب لوزداد، مين هي اهم مفاتيح اللعب من وجهه نظر كابتن عرفات مزور؟ لا احنا 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 عندنا لاعبين، احنا عندنا ثقافات تاع المدرب نلعب اللعب الهجومي، احنا ما عندناش احنا ما نقدرش نقول لك احنا احسن فريق في افريقيا ولا في احنا نقدر نقول لك بين احسن الفرق في افريقيا، ولكن حاليا البطوله الجزائريه نظن باللي شباب لوزداد راه من احسن فريق عنده اربع سنوات في المستوى هذا، ولكن كي راك تقول لي المفاتيح تاع فريق شباب لوزداد باش نفوز بالمقابله ولا التعادل ان شاء الله، المهم ما نخسرش، نظن باللي ربع ساعه الاولى احنا نعرفوا الاهلي كيفاش يلعب، ولكن يقدر المدرب تاع الاهلي يغير التكتيك تاعو، يقدر يلعب طريقه مغايره، ولكن احنا باكيتا احنا قبل المقابله نتصل الفريق بالفيديو نشوفوا اللاعب كيفاش يلعب، نقطه الضعف نقطه القوه، فريق الاهلي اسمح لي فريق الاهلي ما راش كما قبل فريق الاهلي. انا شفت مع اتحاد العاصمه فزنا عليهم ولكن كان احسن الاهلي ولكن احنا فزنا. انا نظن باللي نشوفوا طريقه لعب اتحاد العاصمه اللي لعب اللي فاز عليها مع الاهلي بالك هذيك الطريقه نقدرون ننجحوا فيها. انا المفاتيح اللعب نظن
نستنى للفريق نشوف الربع ساعه الفريق كيفاش يلعب، ومن بعدين المدرب عنده راي اخر ان شاء الله. احنا نظن باللي عندها من الاطراف عندها عندهم الباك يمين وباك يسار عندها بس عندهم مستوى، عندهم ضعف شويه شويه في وسط الميدان الاهلي كما شفتوا المقابله الاولى اللي فاز عليها 3-0. شفنا الاهلي كيد الفريق يلقى فريق متواجد في العمق الدفاعي يلقى مشكله الفريق الاهلي. خد بالك كابتن عرفات، الجيل اللي انت بتتكلم عليه ده وصل اربعه نهائي دوري الابطال، فاز بثلاثه منهم، لعب في اربع نسخ من بطوله كاس العالم للانديه وقدر يحقق في نسختين منهم ميداليه برونزيه، فبالتاكيد حجم الخبرات عندهم يمكنهم وبسرعه جدا ان هم يتعاملوا مع اي دروب او اي تراجع في المستوى. بين الفريق هذا الفريق الاهلي طبعا نو احنا شوف احنا من زمان احنا الفريق الاهلي نحترمه كثير، عنده ثقافه كرويه، عنده فيلوسوفي كما عنده فلسفه كرويه، اللعب ليه للفريق هو يندمج مع الفريق. ماشي الفريق هو يتبع اللاعب، لا اللاعب ليه للنادي الاهلي هو يتبع الثقافه التكتيكيه التقنيه للفريق الاهلي. انا نتمنى قلت لك كابتن باسكو لان الفريق الاهلي عنده كره نظيفه يعرف يلعب كره القدم. أيوه. انا دائما نتبع النادي الاهلي يلعب اي مع اي فريق، نشوف الاهلي عنده لعب جميل نظيف، عنده لاعب في المستوى، ولكن هجوميا الفتره الاخيره نظن باللي ما سجل 3-0 في المقابله الاولى، ولكن تعادل المقابله الثانيه اللي احنا فزنا ب 3-0. الفريق الاول اللي فزنا عليه 3-0 تعادل مع الاهلي، ولكن الاهلي يقدر يدير هذه السنه يقدر يدير المفاجاه لانه فريق كبير وفريق محترم، وحنا نتمنى شباب الوزداد والاهلي يروحوا للدور الثاني ان شاء الله في ربع النهائي ان شاء الله. واحنا كمان نتمنى الحقيقه تذكرتي تاهل عن المجموعه دي يروحوا للاهلي وشباب الوزداد، مع تمنياتنا بكل التوفيق ليكم في مشواركم في بطوله دوري الابطال، باستثناء طبعا مواجهات الاهلي مع شباب الوزداد، مواجهه اولى ان شاء الله يوم الجمعه، اعتقد المواجهه الثانيه او المرحله الثانيه في دور المجموعات هتكون ايضا بدايتها بين الاهلي وشباب الوزداد. كابتن عرفات مزوار نجم شباب الوزداد السابق ونجم المنتخب الجزائري، كل الشكر ليك على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا في انتظار طبعا اشقائنا من الجزائر يشرفونا هنا في القاهره، والاهلي بالفعل بدا استعداداته طبعا لاستقبال بعثه شباب الوزداد.